السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ده الفيديو التاني بتاعنا زراعة الكركديه. البذور بتاعتنا ما شاء الله، احنا كنا زارعين هنا في القصيص ده 4 بذور ما شاء الله، معانا ربنا كرمنا باتنين، ننقل واحدة ونسيب واحدة في القصيص، وهنا في القصيص ده كنا زارعين 3، معانا واحدة ما شاء الله، وهنا في القصيص ده برضو كنا زارعين 3، معنا واحدة ان شاء الله برضو. البذور دي تقريبا كده من 4 ايام زي ما حضراتكم شايفينها بالحجم ده ما شاء الله، ومشربتش من 4 ايام، يعني احنا نسقي كل 3 ايام او كل يومين الكركديه باذن الله رب العالمين، لان احنا مش عايزين الشغل يبقى في الايه، في الساق، احنا عايزين الشغل كله ان شاء الله يبقى في التكوين نفسه بتاع الكركديه. فاحنا ان شاء الله هنسقي باذن الله رب العالمين كل 3 ايام او كل يومين براحتك، يعني انا كل 3 ايام او كل يومين، انما نسقيش كل يوم ان شاء الله رب العالمين. الموضوع سهل وبسيط ويا رب الجميع يستفيد منه، وان شاء الله نتابع معاكم في فيديو لاحق باذن الله رب العالمين. خالص تحياتي عصام الزغبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.